السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، أتمنى منك الاشتراك والدعم والتشجيع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من هداية الحمار الذي هو أبلد الحيوانات أن الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله من البعد، ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة، فيعرف المنزل فإذا خلي جاء إليه، ويفرق الحمار بين الصوت الذي يستوقف به وبين الصوت الذي يحث به على السير وعلى المسير. يقول رحمه الله: فمن لم يعرف الطريق إلى منزله وهو جنة عرضها السماوات والأرض فهو أبلد من الحمار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة والفردوس ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعظم من ذلك رؤية الله عز وجل. السلام عليكم.